سنتيمترات ثانية لو يتقنها نور حضرية، يتركها نور حضرية لأحمد حرون. جول جول أول أهداف من أحمد حران، تهيأت إلى القائم الثاني والكرة في الشباك من اللاعب الذي استفاد من الخطأ وأتى بآدم رجيبي أحد أفضل عناصر فريق النادي البنزرتي في المباراة. قرش النادي البنزرتي آدم رجيبي يهز شباك الحارس عصام بادة بهذه اللمسة، بهذه الكرة الجميلة جدا. آدم رجيبي عبد السلام بن جلون يملك تصويبات قوية. جول زهير فضال ينهي ما بدأ فاروق بن مصطفى الذي تألق، لكن أعتقد بأن تموقع فاروق بن مصطفى كان خاطئا إلا إذا كانت الكرة قد لمست أحد لاعبي فريق نادي البنزرتي وغيرت مكانها، لأنه أعتقد تموقعه كان